من المواقع الأخبارية المحلية، معلمون تلقوا رواتبهم قبل 3 سنوات، يتوجهون إلى المدارس. موقع أخباري يتساءل ما الذي يفعله آخر من تبقى من الفرقة الموسيقية الوطنية في صنعاء. ومن موقع دولي، ماذا خلف تجنيد يمنيين على الحدود السعودية؟ أهلا بكم. بعد مرور أيام من وقوع الجريمة وأقدام طيران التحالف على قصف معتقل تابع لميليشيا الحوثي، ما يزال الضحايا تحت الأنقاض. وعنونا موقع يمن مونيتور، عمال إنقاذ يواصلون البحث عن ضحايا سجن ذمار. وقال الموقع إن العمال يواصلون البحث عن جثث وسط الأنقاض الخرسانية وأسياخ الصلب الملتوية بعد يومين من ضربات جوية للتحالف استهدفت سجنا. وضع أفراد الهلال الأحمر اليمني الجثث في أكياس بيضاء، بينما تحركت الجرافات والمعدات الثقيلة الأخرى وسط الحطام لمحاولة انتشال الجثث قبل تحللها. وقال أحد الناجين الذين يتلقون العلاج في مستشفى ذمار قبل إعادة توزيعه إلى معتقل آخر: أول ضربة ضربت جاء الطيران مع الضربة، وأنا بجانب النافذة أغمي علي واختبأت تحت النافذة وسقط الجدار فوق ظهري. ولا يزال عدد القتلى النهائي غير معروف، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قالت يوم الأحد بعد زيارة المجمع والمستشفيات أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم. أعلنت العديد من الدول بدأ العام الدراسي الجديد، لكن الكثير من طلاب اليمن لن يتمكنوا من العودة إلى مدارسهم. وفقا لموقع الصحوانت، مليوني طفل يمني خارج المدارس وقرابة 4 ملايين بحاجة للمساعدات. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن نحو 3 ملايين و700 ألف طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم في اليمن. أوضح المجلس في بيانه له أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن. وقال اليوم هناك قرابة 2 مليون طفل. اليمنية. غرفة عمليات الرياض تدير ضربة وحرق جيش الرئيس هادي بالصواريخ في عدن ودمار خلال 75 ساعة. واضح أن الغرفة يديرها الشيطان ويسمي نفسه التحالف من أجل استعادة وعودة الشرعية اليمنية.
السعودية تغمز للإمارات لحرق جيش الشرعية في عدن، ولا تلبث الإمارات بعد 75 ساعة أن تغمز هي الأخرى للسعودية بحرق جنود الشرعية الأسرى في دمار. الإمارات والسعودية تتبادلان أدوار خنق جيش الشرعية بل حرقه إذا تطلب الأمر ذلك، لكن المسؤولية تظل مسؤولية الرئيس هادي ونائبه ووزير الدفاع، هم عسكريون أساساً، المفترض أن تتم موافقتهم بداية على كل عملية صغيرة أو كبيرة، وإلا فليعلنوا موقفهم. دماء اليمنيين أكبر وأغلى من صمتهم المخزي، لكن صمتهم يدينهم في كل الأحوال، فإن كانوا وافقوا على مذبحتي عدن ودمار فهم مدانون، وإن كانوا لم يوافقوا لكنهم عجزوا عن منع الجريمة فهم مدانون، وإن كانوا لم يعرفوا أساساً إلا بعد وقوع المحرقة فهم مدانون. حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس لم ينم الأهالي في أبيان، ما الذي كانوا ينتظرون؟ وفقاً لموقع عدن الغد، لقد كانوا في انتظار وصول مولدات 10 ميجاوات إلى مبنى كهرباء المنطقة الوسطى بأبيان. وقال الموقع أن المولدات التابعة لمشروع توريد وتركيب محطة توليد إسعافية بقدرة 10 ميجاوات وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث استقبلها الأهالي في مديرية لودر بفرحة كبيرة، وخاصة بعد تدهور خدمة الكهرباء في المنطقة الوسطى بأبيان. الأهالي فرحوا بهذا الوصول لأن المولدات كانت محتجزة في جمرك شحن، وتم الإفراج عنها بموجب توجيهات مصلحة الجمارك والتعهد بمتابعة سداد رسوم الجمارك خلال 2 شهر من تاريخ الإفراج. من بين ركام الحرب وأصوات الرصاص يكافح مجموعة من شباب اليمن على التدريب اليومي من أجل إنشاء فرقة أوركسترا وطنية قادرة على تمثيل بلادهم في المحافل الدولية والمحلية، ويستطيعون من خلالها إحياء تراثهم الفني أيضا. وعننا موقع بلقيس: موسيقي رغم الحرب، هواة يمنيون يكافحون لتمثيل بلادهم. منذ 2 يعمل الموسيقي عبد الله الدبعي آخر من تبقى من الفرقة الموسيقية الوطنية التي تأسست عام 1975 دون كلل أو ملل وبجهود ذاتية على تدريب مجموعة من الهواة الشباب من الجنسين على الآلات الموسيقية من أجل إنشاء هذه الفرقة الوطنية. ويقول الدبعي إنه يمضي مع هؤلاء الشباب فترتين تعليميتين صباحية ومسائية بمختلف الآلات الموسيقية، إضافة إلى محاولته استثمار الإمكانيات المادية المتاحة لدى المركز الثقافي في صنعاء. ويوضح الدبعي بأن طلابه يتدربون على المقامات الغربية والعربية ب5 آلات وترية، بعضها متوفرة لدى المعهد الموسيقي في المركز وأخرى كان يمتلكها في منزله، فضلا عن مبادرة بعض الطلاب المساهمة في حصولهم على الآلات مثل الجيتار والكمان. ويضيف الدبعي: بينما تنشغل الأطراف المتحاربة باستقطاب الشباب للقتال والخطاب الحربي، حصلت على بصيص أمل لفكرتي القديمة من خلال إعادة فتح المعهد المهجور أمام الطلاب الراغبين في تعلم الفنون الموسيقية. هذا الفيلم اليمني الناجح، تحت هذا العنوان كتب الأردني معن البياري مقاله في العربي الجديد. أن تشاهد فيلماً روائياً يمنياً مخرجه وطواقمه ومصوروه كلهم يمنيون، فضاؤه كله في اليمن، فذلك من أسباب غبطة مؤكدة. وعندما يكون هذا العمل السينمائي عن واقعة حب يتغلب طرفاها على معيقات كثيرة أمام زواجهما وحفل زفافهما، فإن غبطتك تلك ستتضاعف. وعندما تعرف أن أهل عدن شاهدوا الفيلم في عروض أزيد من 4 شهور فلا شك أن سروراً وفيراً سيغشاك. أما إذا عرض هذا الفيلم اليمني جداً في عمان وتقاطر إليه حضور مفاجئ كبير من متذوقين للسينما دافعهم الابتهاج بتجربة شباب يمنيين محبين للفن، فإن فائضاً من ذلك السرور فيك سيستبد بك. هذا بالضبط ما احتشد في خواطري وأنا أجلس في فضاء طلق في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان وسط حشد كثير من شباب وشابات تزاحموا واحتل بعضهم الدرجات ومنهم من احتمل الجلوس على الأرض. وبعد كلمة ترحيبية لمديرية الإعلام في الهيئة ندى دوماني بحضور الفيلم الذي عرض ضمن الدورة 9 لمهرجان الفيلم العربي الذي تنظمه الهيئة، أطل المخرج عمرو جمال
36 عاما ليقول إنه كان ينوي الدخول في أثناء العتمة مع عرض فيلمه دفعا لحرج كان سيشعر به من حضور قليل جدا كان يتوقعه، ثم عدل عن ذلك لما أبلغ أن الحضور فاق تصور الجميع. وبدا المخرج في إشارته هذه صاحب نكتة ومزاج ساخر، الأمر الذي كان من أهم أسباب نجاح فيلمه 10 أيام قبل الزفة 2018. النجاح الجماهيري الواسع في عدن والذي احتفى بهذا الإنتاج اليمني الأول النجاح الجماهيري الواسع في عدن والذي احتفى بهذا الإنتاج اليمني الأول من نوعه منذ عقود، وكذا في الاستقبال الطيب الذي حظى به هذا الفيلم الجميل والمتقن والذكي في مهرجانات عربية وعالمية، بيروت، القاهرة، أمستردام، مراكش، ساو باولو. لا ينهض الفيلم على السخرية والكوميديا والهزل، وإنما هو معني بانتصار إرادة الفرح على الخراب وصناعه. اتهمت الصحف الفرنسية خاصة صحيفة لوفيغارو في التقرير الصادر عن خبراء الأمم المتحدة في اليمن والذي ذكر فيه أن هناك جرائم حرب محتملة ارتكبتها أطراف الحرب منذ بداية النزاع. وحدد فريق الخبراء المعني باليمن الذي أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2017 قدر المستطاع أشخاصا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، كما نقلوا هذه الأسماء التي تظل سرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت. وقالوا في البيان إن العديد من الانتهاكات قد ينتج عنها إدانة أشخاص بارتكاب جرائم حرب إذا ما نظرت محكمة مستقلة مختصة فيها. على الرغم من عدم التعاون الذي أبداه التحالف والحكومة اليمنية، فقد تمكنت اللجنة من إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود. وقد ورد في التقرير الحديث عن استهداف هجمات وغارات جوية للسكان المدنيين بشكل عشوائي، واستخدام المجاعة كسلاح في الحرب، والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال. وقال كامل الجنيبي رئيس فريق الخبراء بعد مرور 5 سنوات على بدء النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين مستمرة بلا هوادة مع تجاهل تام لمحنة اليمنيين وعدم اتخاذ إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع. في الأزمة اليمنية لا شيء مجاني، تدفع السعودية المال لرجال الدولة المقيمين في الرياض فتأخذ مقابل ذلك أرواح آلاف الشباب في الحدود الجنوبية المتاخمة لحدود اليمن. هذا ما يقوله موقع درج في تقرير بعنوان الحرب اليمنية، ماذا خلف تجنيد اليمنيين على الحدود السعودية؟ بدأت السعودية قتال الحوثيين جنبا إلى جنب مع الجيش اليمني الذي تفكك معظمه بعد دخول الحوثيين، وبعد أكثر من عام من القتال على الحدود مع اليمن ارتأت أنها لن تجاري الحوثيين في السيطرة على الجبال الوعرة، ولا يحصون قتلاهم في الجبهات، ولا يهمهم من يذهب ومن يعود. كان الحل هو إيجاد شباب يمنيين لقتال الحوثيين ويكون تحركهم من أراضي السعودية التي تحد بذلك من خسائرها البشرية. عملت السعودية عبر سماسرة على جلب شباب في مقتبل العمر، وغرر بهم أن الرحلة ستكون إلى مأرب، وهناك سيقومون بحماية النقاط، ولا يوجد جبهات وهي الذريعة ذاتها التي يجند بها الحوثيين الأطفال في الجبهات. لا يعرف أحد إجمالي عدد المجندين على الأرض سوى السعوديين، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على معرفة الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى. لكن مصدرا في سفارة اليمن في الرياض قال لدرج أن هذه القوى جميعها مصنفة على المنطقة العسكرية 5، ويمكن أن يصل عدد المجندين هناك إلى 60,000 يتوزعون في الحدود. هل تتخلى إيران عن حلم الهيمنة الإقليمية؟ تحت هذا العنوان كتب إياد الديلمي مقاله في العربي الجديد. على الرغم من أن كتاب رأي ومقالات عديدين في الصحافة الأمريكية يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لا تمتلك أي رؤية أو استراتيجية واضحة حيال إيران، إلا أن واقع الحال يؤكد خلاف ذلك. فمنذ اللحظة الأولى لاستلام ترامب مقاليد الرئاسة في البيت الأبيض وهو يسير في نسق متوازن ومنسجم حيال ما يريده من إيران، فبعد أن أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران عاد إلى تجديد العقوبات الأمريكية، وصولا إلى نشر قطاع بحرية مقاتلة في مياه الخليج العربي جزءا
من الضغط الأمريكي على إيران للقبول بتسوية جديدة. وأخيراً وليس آخراً، السماح لإسرائيل بقصف مواقع تابعة لميليشيات لإيران سواء في العراق أو سوريا وربما مستقبلاً في لبنان أو حتى اليمن. في المقابل راهنت إيران على تحدي سياسة ترامب الرامية إلى إجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاق جديد، فهي تملك أوراقاً للعب كثيرة في المنطقة عملت سنوات طويلة عليها واستثمرت فيها مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني، لعل من أبرزها الميليشيات المسلحة التي نجحت في زرعها في العراق وسوريا. الصينية جين مانشون وينغ على كود جديد مخصص للنظام أندرويد يمكنه إخفاء عدد الإعجابات لكل منشور، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن. شركة فيسبوك اختبرت الكود الجديد على تطبيق إنستغرام لنشر الصور في 7 دول بالفعل، بما في ذلك كندا والبرازيل، والذي يسمح لأصحاب الحساب فقط برؤية عدد الإعجابات التي حصدها منشورة. وكتبت المهندسة الصينية مدونة عن اكتشافها وأكدت فيها أنها لا تعمل لصالح شركة التكنولوجيا العملاقة فيسبوك، وأضافت الميزات التجريبية يمكن أن تأتي وتذهب، لكنني متأكدة من أن إخفاء عدد إعجابات الجمهور ستكون ميزة مفيدة لمجموعة كبيرة من المستخدمين. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم السياسية بجامعة برينستون أندرياس ويمر تحت عنوان لماذا القومية تعمل ولماذا هي هنا لتبقى، ننشر مقتطفات من المقال اليوم الثاني على التوالي. للقومية كما يعرف أي طالب في التاريخ جانب مظلم يمكن أن يؤدي الولاء للأئمة إلى شيطنة الآخرين، سواء كانوا من الأجانب أم الأقليات المحلية المزعومة. وعلى الصعيد العالمي زاد صعوبة القومية من توتر الحرب على مدى القرنين الماضيين. ارتبط تأسيس أول منظمة قومية في بلد ما بزيادة في الاحتمال السنوي لاختبار تلك الدولة حربا شاملة، ولدت حوالي ثلث جميع الدول المعاصرة من حرب استقلال وطني ضد الجيوش الإمبريالية،
كما ترافقت ولادة دول قومية جديدة أيضا ببعض من أكثر أحداث التاريخ تطرفا وعنفا من التطهير العرقي بشكل عام ضد الأقلية التي اعتبرت غير مخلصة للأمة والتي يشتبه في تعاونها مع أعداء الأمة. وخلال حربي البلقان اللتين سبقتا الحرب العالمية الأولى تقاسمت كل من بلغاريا واليونان وصربيا التي كانت قد استقلت حديثا الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية العثمانية فيما بينها وطردت ملايين المسلمين عبر الحدود الجديدة إلى بقية أنحاء الإمبراطورية. وخلال الحرب العالمية الثانية أدى وصم هتلر لليهود الذين ألقى باللوم عليهم في صعود البلشفية وهم اعتبره تهديدا لخططه لإقامة إمبراطورية ألمانية في أوروبا الشرقية إلى الهولوكوست في نهاية المطاف. وبعد نهاية تلك الحرب تم طرد ملايين المدنيين الألمان من الولايات التشيكية السلوفاكية والبولندية التي أعيد إنشاؤها، وفي العام 1947 قتل عدد هائل من الهندوس والمسلمين في أحداث عنف طائفية عندما أصبحت الهند وباكستان دولتين مستقلتين. ربما يكون التطهير العرقي أكثر أشكال العنف القومي فظاعة لكنه نادر الحدوث نسبيا، أما العنصر الأكثر تكرارا فهو الحروب الأهلية التي تخوضها إما الأقليات القومية التي ترغب في الانفصال عن دولة قائمة أو بين مجموعات عرقية تتنافس على السيطرة على دولة مستقلة حديثا. ومنذ العام 1945 شهدت 31 دولة عنفا انفصاليا وشهدت 28 دولة صراعات مسلحة على التكوين العرقي للحكومة الوطنية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة صور منشورة في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، نتابع. رسوم الكاريكاتير تحمل آلاف المعاني تماما كالخبر والصورة. في جولتنا التالية نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.